وبالطبع إن شاء الله على رأس الساعة في العاشرة بتوقيت القاهرة يكون في نشرة جديدة مفصلة فيها أبرز الأخبار السياسية إن شاء الله اللي حدثت في مصر حتى اللحظة. يمكن دايما زي ما عودنا حضراتكم في برنامج هذا الصباح دايما الوقفة الصحفية أو صاحبة الجلالة هي وقفة ثابتة دائما في برنامج هذا الصباح. وضيف هذه الفقرة الأستاذ ناصر فياض نائب رئيس تحرير الوفد. شرفنا أستاذ ناصر. صباح الخير. صباح الخير. خلينا نبدأ من المصري اليوم والعنوان الرئيسي فيها الانتخابات الرئاسية. أولا انتخابات رئيس الجديد خلال 90 يوم على الأكثر منذ إقرار الدستور ومصادر ترجح منتصف إبريل. يعني أخيرا حسمت رئاسة الجمهورية مسألة البرلمانية أم الرئاسية. خلاص الجدل انتهى دلوقتي. اللجنة العليا للانتخابات من اليوم هتبدأ في تنظيم والإعداد للانتخابات الرئاسية. غالبا هتبقى في خلال شهر إبريل أو أواخر شهر مارس. لكن في النهاية نقدر نقول أن المطلوب من لجنة الانتخابات النهائية تكرر شروط الترشح لانتخابات الرئاسة. أي واحد تنطبق على الشروط من حقه أنه يتقدم. وأنا شايف أن فيه من امبارح بعض الأسماء بدأت تظهر على الساحة. طبعا الفريق أول عبد الفتاح السيسي طبعا هو المرشح رقم واحد, ولكن قرار الترشح من عدمه يرجع له شخصيا. أنا كمواطن مصري شايف أنه هو يستمر كوزير دفاع. منصبه ده يعتبر ظهير للشعب المصري أمام أي سلطان أو حاكم جائر زي ما بيقولوا. هو أسقط نظام الرئيس مرسي وهو وزير دفاع رغبة للشعب واستجابة لنداء الشعب. فبالتالي أي رئيس هيجي وشايف أن الشعب يقف أمامه الجيش ويحميه من أي مخالفات رئاسية يبقى ده الرئيس. بس احنا نستمر بالطريقة دي يا أستاذ ناصر؟ احنا نستمر لو الرئيس ما عجبناش نلجأ للجيش؟ يعني ما برضو ده ما فيهوش استقرار خالص. ما هو حضرتك الشعب, ما هو يعني شو حضرتك, ما هو الشعب جزء من الجيش, الجيش جزء من الشعب. واحنا تاريخ مصر كله لو شفتي حضرتك على مدار من ايام محمد علي من اكتر من 200 سنه لغايه دلوقتي الشعب يعني الياته في التغيير ان هو يتظاهر ويسكت منه شهداء وكده يعني. واذا لم يجد من يحميه او يجد ظهير يحميه هيعمل ايه الشعب؟ هيبقى في مجازر يعني. بس برضه لكن مش حل يا استاذ ناصر كل ما يعجبناش رئيس احنا نطلع عليه ونقول لك لا الراجل ده مش عاجبنا. لا محرك هو, ما هو في نقطه يعني, في نقطه احنا كنا بنقول كده ايام الانتخابات الرئاسيه السابقه قبل ما جه الرئيس مرسي وحصل اللي حصل والناس شافت ان هي ما فيش تقدم في كل المجالات وكده, وبالتالي ثار الشعب واستجاب له الجيش مثل ما حدث في 25 يناير. لو في استباحه للوطن يعني الاهم من ان هو يعني فشل كرئيس, هو كمان في استباحه للوطن, في خيانه للوطن بالفعل. وده كان هو ده يعني الشيء الفاصل. طبعا هي التراكمات دي كلها نتج عنها ان الجيش قام في 30, الشعب قام في 30 يونيو واستجاب له الشعب. وهي بصوره واخرى نفس نموذج شبه يعني مع اختلافات مع في 25 يناير ثوره 52 الجيش وقف والشعب وقف وراه. فهي تاريخ متواصل من الكفاح من اجل بناء مصر والحفاظ على كرامه مصر ورياده مصر في المنطقه. وبالتالي ده رؤيتي انا كمواطن مصري, انا رؤيتي كده يعني. ولكن اذا ترشح اعتقد ان هو قرار له شخصيا يعني, يعني سوف يحسمه خلال الساعات القليله القادمه. ولكن حضرتك انا شايف ان في رغبة شعبية عارمة أن هو يترشح وعليه أن يقرر يعني. إذا ترشح يبقى يعني ده شيء كويس, ولكن إحنا برضو عايزين نقول للعالم كله أن الفريق أول فتح السيزي يترشح للرئاسة في ناس تانية موجودة وفي انتخابات حرة. روح شارك في الانتخابات ما تقطعش قول رأيك وكده على أساس يبقى إحنا صورتنا في الداخل نحترم نفسنا واحترمنا العالم الخارجي. وأنا شايف أن أعتقد أن الضغوط الشعبية على الفريق أو فتح السيسي ربما يستجيب لها يعني, ولكن لا نتكهن القرار النهائي. القرار النهائي. طيب أستاذ ناصر عندكم في الوفد كاتبين مصدر قضائي لا يجوز فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية قبل يوم 19 فبراير, وما بين السطور في الخبر يقول يجوز الترشح بالنسبة إلى الشرطيين والعسكريين لمنصب الرئيس شريط التركوم الخدمة نهائيا ليتمكنوا من الحق بقاعدة البنات قبل هو الخبر بناء على معلومات يعني. هو احنا ما جبناش سبق صحفي فيها يعني. هو طبعا من يستقيل من الشرطة او الجيش يصير مواطن عاديا ويحق له الترشح والتصويت. بس قاعدة البنات أستاذ ناصر بتتفتح في اوقات محددة وبتغلق في اوقات محددة. متن الخبر ده بينوم ان هو ممكن تفتح بشكل استثنائي. ممكن تفتح بشكل استثنائي نعم.
ممكن تفتح بشكل استثنائي. وكمان احنا بنقول شهر القرار الرئاسي خطاب رئيس الجمهورية عندما على لسانه اقل لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 90 يوم. اذا هو حدد الفتره اللي هيتم فيها الترشيح هيتم فيها الانتخابات تبقى الماده 230 دي مواعيد دستوريه. تمام. فبالتالي اعتقد ان من بدء الدستور حوالي ما يقرب من اكثر من 20 يوم امام اللجنه الانتخابيه ان هي تحدد وتضع المعايير والضوابط اللي هي كافيه لاجراء انتخابات حره ونزيهه. ده معناه ان الانتخابات هتجرى بعد 90 يوم ولا بعد 90 يوم تكون انتهت العمليه الانتخابيه ويتم الاعلان عن الرئيس؟ تكون انتهت بعد 90 يوم حضرتك. لكن الاجراءات هتاخد شهر من بدء. لا تقل عن 30 ولا تزيد عن 90. نعم اللجنه العليا للانتخابات هتبدا من الان لان هو القرار بيقول 30 يوم من اعلان الدستور او من تنفيذ الدستور الجديد. يعني مرة 30 يوم المرشحين يتقدموا. لا حضرتك هي دي الفتره اللي المفروض يتقدموا فيها. هو اعلان الترشيح هيجي بقرار من لجنه الانتخابات واعتقد بعد 30 يوم بعد 20 يوم من دلوقتي. لان هو فات حوالي دلوقتي ما يقرب من 10 ايام على السيفتا فباقي حوالي 20 او اكثر قليلا يعني. فبالتالي خلال 20 يوم دول هيكون بس هو بدا من دلوقتي يعني حتى شفنا على المواقع الالكترونيه اسماء عشرات الاسماء بتقول احنا هنترشح وده مش وحش يعني. لكن في ناس عايزه تترشح وفي عليها مشاكل خاصه بشروط الترشح وكده. لذلك انا شايف ان على اللجنه العليا للانتخابات ان تبدا رقم واحد ان هي تعلن في كل الصحف ووسائل الاعلام تاني وتكرروا شروط الترشح للرئاسه. ما عندناش برلمان يبقى ايه ما فيش برلمان عشان يزكي او يرشح وكده. في بديل تاني موجود قانوني موجود في الدستور يعني الناس ما تعرفوش. في واحد عايز يترشح ما يعرفش ايه شروط الترشح هيجيب كم الف. طيب لو تمشينا يعني على أسوأ الظروف يعني ان الفريق عبد الفتاح السيسي مش هيترشح في الانتخابات اللي جايه ويكون عندنا مرشحين ما نعرفهمش شخصيا, هل فتره ال 60 يوم بعد ال 30 يوم اللي جايه او بالظبط 22 يوم هم اللي فاضلين ان العمل بالدستور الجديد منذ نشره في الجريده الرسميه يوم 20 يناير فبالتالي البدء الرسمي يوم 20 يناير تمام. منذ نشره في الجريده الرسميه تمام. فبالتالي مر فاضل 22 يوم على وجه التحديد تمام. هل تمام. خلال ال 60 يوم يعني اقل من 60 يوم يعني ممكن على مدار مراحل يعني بتتكلم مثلا في 40 يوم مثلا تمام. هل كافي ان احنا نتعرف على الاسماء اللي موجوده عندنا على البرامج الانتخابيه بالنسبه لهم يلحقوا يعملوا الدعايه الانتخابيه في خلال الفتره دي؟ وانا برضو عايزه اضيف بعد اذنك على كلام عمرو انه حتى يعني في حال ترشح الفريق السيسي هل الفتره دي كافيه لان مرشحين اخرين الناس ما تعرفهمش يدخلوا ببرامجهم الانتخابيه ويعلنوا عن البرامج ويبقى في يعني ترويج ليها او يبقى في حاله من المنافسه ما بين الجميع؟ اعتقد انها كافيه بل حتى كان في متوسطات ما على مستوى العالم قالوا اسبوعين من الدعايه تكفي. الدعايه هتبدا من اليوم هي طبعا بشكل غير قانوني طبعا على الا ان يتم الترشح رسميا وقبول الطعون ثم صدور الكشف النهائي للذين قبل ترشحهم. ولكن في النهايه انا عندي شخصيات انا شايفها مش هقول اسامي يعني شخصيات برضو موجوده في نفس مكان الفريق عبد الفتاح السيسي حاليا وشخصيات مشهور لها بالكفاءه والوطنيه والخبره والاحترام. ايه المانع ان هي تترشح؟ ايه المانع ان شخصيات رشحت من قبل ولم توافق ان هي ترشح؟ ايه المانع ان احنا ويا ريت نشوف وجوه جديده خالص تبقى موجوده لان احنا البلد بلدنا واحنا عايزين نختار افضل العناصر اللي موجوده بين المصريين. من الامس بدات الاسماء تتوالى للترشيح يعني نعم. زي مين يا فندم؟ لا انا مش عايز اقول اسامي يعني انا مش عايز اقول اسامي. في بعضهم كان مرشح سابق وفي بعضهم قال ان في شخصيات في الجيش اذا رفض الفريق او عبد الفتاح السيسي شخصيات في الجيش هتقدم استقالتها موجوده في الخدمه حتى الان هتقدم استقالتها. ده يبقى في مفاجات مش يعني. هنقول اسامي يعني على اساس عشان ما نقولش احنا بنعمل دعايه لحد او مع ده او ضد. لكن في النهايه في مصر ولاده بالاسماء الكثيره واعتقد ان هيحصل فيه مفاجات وفي وجوه جديده هتظهر وعلى اللجنه العليا عليها مهمه كبيره جدا 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 عشان الناخب يبقى مطمئن ومرتاح حتى تنظيم الدعايه. كل الدعايه سواء انتخابات مجلس الشعب او الانتخابات الرئاسيه بيحصل فيها مخالفات واستغلال اماكن غير مصرح بها وكده. فاحنا عايزين من دلوقتي الفرصه موجوده والوقت موجود اللجنه العليا للانتخابات حتى رئيس الجمهوريه لن يتردد في اصدار مشروع بقانون اذا راته اللجنه العليا للانتخابات مناسبه لضبط او وضع معايير في تسيير العمليه الانتخابيه. ولكن في النهايه عايز اقول ان
اسمح لي اقول يعني. اتفضل يا استاذ ايمان. انا شايف الملف رقم واحد، حتى مجلس الوزراء النهارده منعقد النهارده عشان موضوع سد النهضه تاني، الملف رقم واحد الذي يريده المصريون من اي مرشح يقول هعمل ايه في سد النهضه الاثيوبي. أيوة. لان دي قصه حياه وموت، مفيش فيها تهريج. السد بيتبني، حتى هم عنده كمان، عندنا انا يعني عندنا للاسف انا شايف اداء وزاره الري ضعيف جدا، دي الوزارة المختصة وليها يعني ومعها وزارة. المفروض ان وزارة الري تبقى هي المختصة، هي وزارة الري والخارجية الاثنين مع بعض حضرتك يعني. لكن انا شايف ان احنا لما اثيوبيا من حوالي اسبوع بتبدا تعلن ان هي عندها كهرباء باسعار مخفضة وسوف وعلى برامج واسعار، وفي ناس بداوا يتعاقدوا على شراء الكهرباء يعني من السد النهضة بتاعنا، الموضوع ده شديد الخطورة. أيوه. مش خطير، ده شديد الخطورة. انا عايز اول رقم واحد في اي برنامج مرشح رئاسي يقول هيتصرف ازاي، لان دي حياة وموت. احنا طول عمرنا نهر النيل هو حياتنا، هو يعني هو بيجري في عروقنا يعني. فبالتالي لما اجي بالاضافه للتعدي على السياده المصريه بالطريقه دي بالظبط، هي تعدي على السياده المصريه وعلى اكل المصريين وعلى شرب المصريين وعلى الامن القومي، على حاجات كتيره جدا جدا. طيب فبالتالي ده رقم واحد، انا شايف ده الملف رقم واحد، وبعديه بقى من رقم 20 بقى نتكلم بقى، لان هو ده رقم واحد في انا شايف ان هو يتضمن في اي برنامج رئاسي ونشوفه احنا كمصريين. طيب خلينا ننتقل لخبر اخر من جريده الاهرام. التنظيم الدولي للاخوان اقر بتركيا التصعيد الارهابي، وتفاصيل الخبر بتتكلم عن كشف الاجهزه الامنيه لمخططات اكثر عنفا من قبل تنظيم الاخوان ومن يناصرهم. يعني هو كل يوم بنسمع كتير عن يعني تخطيطات جديده وتكتيكات جديده من جماعه الاخوان او الجماعات المسلحه الموجوده، اللي هي يعني هي سابت سينا دلوقتي وانتشرت في الوادي دلوقتي في القاهره في المنطقه المركزيه وفي محافظات اخرى زي المنصوره وزي بعض محافظات الدلتا. لكن احنا في النهايه بنقول ان يجب على الشعب المصري ثلاثه، الشعب والجيش والشرطه، ان هم يبقوا عندهم علم مبين بما يدبر وعارفين ان في تكتيكات جديده. احنا كل يوم نلاقي حاجه جديده غير متوقعه، يعني هو في النهايه في ارواح بتروح، في شهداء بيسقطوا، ولكن الطريقه بتختلف. احنا كمان احنا في في مركب واحد، فانا شايف ان على المواطن دور مثلما على رجل الشرطه على رجل الجيش دور، ان انا ما اشوفش حاجه وامشي شفت حاجه اشك فيها. عندنا في جريده الوفد كان في واحد ساب شنطه وبتاع وكان فيها متفجرات واتلحقت وجت والعملية عادت على خير، في انتباه وفي يعني ناس. فأنا شايف إن احنا أنا شفت حاجة ممكن أنقذ عشرات الآلاف من الأبرياء. فدي مهمة المواطن الإيجابية بمعنى الإيجابية صح. الإيجابية وأبلغ، وإذا واحد اتصل بالرقم المعلن في وسائل الإعلام رقم مختصر 3888 و180 مش فاكر، وإذا لم يرد دي تبقى كارثة. صحيح، ما دي تبقى كارثة. يعني لازم الطرف لازم الآخر أعمل يبقى في تعاطي إيجابي جدا ويبقى نعم. في أخذ البلاغ حتى لو بلاغ سلبي، حتى لو بلاغ وزير الداخلية أكثر